السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب يومكم أعزائي الطلبة. نبدأ درس من دروس الجغرافيا الطبيعية أجا 211، الدرس الثاني، دوران الأرض حول الشمس. أهداف الدرس: الهدف الأول أن يتعرف الطالب على المصطلحات التالية: دورة الأرض السنوية، الدائرة الضوئية، تتابع الفصول، كسوف الشمس، خسوف القمر، المد والجزر. أن يوضح الطالب نتائج دورة الأرض السنوية. أن يقارن بين كل ما يأتي: الانقلاب الشتوي، الانقلاب الصيفي، الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي. أن يحدد الطالب نتائج دورة القمر حول الأرض. المقدمة: سوف نتعرف اليوم عن دورة الأرض حول نفسها. دورة الأرض حول نفسها وحول الشمس، تسمى دورتها حول الشمس بالدورة السنوية، يكون لها عدة نتائج. أما القمر فيدور حول الأرض ويتبادل معها تأثيرات مهمة. فما هي نتائج دورة الأرض حول الشمس؟ وما هي نتائج دورة القمر حول الأرض؟ النشاط الأول: دورة الأرض السنوية. من خلال المستند الذي أمامك، نشاهد في المستند الأول دورة الأرض حول الشمس. المطلوب منك: تأملي في الصورة ثم أجيبي عن الأسئلة التالية: 1. صف مدار الأرض حول الشمس. 2. هل يختلف تأرجح الضوء حسب دورة الأرض السنوية؟ 3. ماذا ينتج عن دوران الأرض حول الشمس؟ إجابة السؤال الأول: تدور الأرض حول الشمس في مدار بيضاوي. إجابة السؤال الثاني: تتأرجح الدائرة الضوئية أثناء حركة الأرض السنوية بسبب ميلان محور وحركة الأرض على فلك الكسوف. إجابة السؤال الثالث: ينتج عن دوران الأرض حول الشمس عدة تأثيرات: الانقلاب الشتوي، الانقلاب الصيفي، الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي، كما شاهدنا في المستند رقم 1. هذا هو المدار البيضاوي التي تدور فيه الأرض. هذا هو الانقلابين والاعتدالين. وهنا نجد تأرجح الدائرة الضوئية في مناطق في الكرة الأرضية. تدور الأرض حول الشمس من الغرب إلى الشرق في مدار إهليجي أو بيضاوي، ولذلك يكون محور الأرض مائل، فتختلف كمية الأشعة الواصلة للأرض بسبب هذا المدار، فتسقط الأشعة عمودية على عروض معينة وفق موقع الأرض في مدارها حول الشمس. يفصل بين القسم المضاء من الأرض والقسم المظلم حداً يسمى بالدائرة الضوئية، فميلان محور الأرض وحركتها يجعلان الدائرة الضوئية في حركة تأرجح بين الشمال والجنوب، وفي وضع يقسم دوائر العرض إلى أقسام غير متساوية، فيختلف بالتالي طول الليل والنهار من يوم لآخر ولا يتساويان إلا في الاعتدالين. ماذا ينتج عن دوران الأرض حول الشمس؟ ظاهرة تسمى بتتابع الفصول، وهي الانقلاب الشتوي والانقلاب الصيفي. الانقلاب الشتوي
ما هو الفرق بينه وبين الانقلاب الصيفي؟ أولاً، الانقلاب الشتوي تسقط أشعة الشمس في تاريخ 21 ديسمبر وتكون عمودية على مدار الجدي. يسجل النصف الشمالي من الكرة الأرضية أطول ليلاً وأقصر نهاراً. يبدأ الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ويبدأ الصيف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. الانقلاب الصيفي تسقط أشعة الشمس في 21 يونيو وتكون أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان. يسجل النصف الشمالي من الكرة الأرضية أطول نهار وأقصر ليل. يبدأ الصيف في النصف الشمالي ويبدأ الشتاء في النصف الجنوبي. الاعتدال، لدينا هنا الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي، متى يحدث وما هي مميزاته؟ الاعتدال الربيعي تصل أشعة الشمس في 21 مارس وتكون عمودية على خط الاستواء. يتساوى طول الليل والنهار على سطح الأرض. يبدأ النصف الشمالي من الكرة الأرضية فصل الربيع. الاعتدال الخريفي تصل أشعة الشمس في 23 سبتمبر وتكون عمودية على خط الاستواء. يتساوى فيها طول الليل والنهار على سطح الأرض ويبدأ في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فصل الخريف. إذن في هذه اللحظة نحن نتعرف على الانقلابين والاعتدالين. النشاط الثاني، سوف نتعرف على دورة القمر حول الأرض. عزيزي الطالب، من خلال مستند رقم 2 سوف تتعرف على أشكال أوجه القمر. تأمل في الصورة ثم أجب عن الأسئلة التالية. 1. ما سبب تغير أوجه القمر؟ 2. متى يكون القمر بدراً ومتى يكون القمر محاقاً؟ إجابة السؤال الأول، تتغير أوجه القمر لأنه يدور حول الأرض ويختلف موقعه بالنسبة للشمس. إجابة السؤال الثاني، يكون القمر بدراً عندما تكون الأرض بين القمر والشمس، أي هذه هي الشمس، هذه هي الأرض، هذا هو القمر. يكون القمر محاقاً عندما يقع بين الأرض والشمس، هذه هي الشمس، هذا هو القمر، هذه هي الأرض. دورة القمر حول الأرض. لنتعرف على دورة القمر حول الأرض. القمر ليس جسماً مضيئاً بذاته، إنما يعكس على الأرض ضوء الشمس. يدور القمر حول الأرض وحول نفسه في نفس الوقت ذاته. يكمل دورة واحدة حول نفسه كل 29 يوم. لا نرى منه سوى الوجه المقابل للأرض وهو الوجه المضيء له. اختلاف أوجه القمر، يتغير شكل وجهه نظراً لموقعه بالنسبة للأرض والشمس. يكون القمر محاق عندما يقع بين الأرض والشمس. يكون القمر بدراً عندما تقع الأرض بينه وبين الشمس. يكون القمر تربيعاً عندما يشكل مركز القمر ومركز الأرض ومركز الشمس زاوية قائمة. كسوف الشمس وخسوف القمر. دعونا نتعرف على
كيفية حدوث كسوف الشمس وخسوف القمر؟ يحدث الخسوف والكسوف بسبب وقوع الأرض والشمس في خط مستقيم واحد. نبدأ في كسوف الشمس. ماذا يقصد به؟ هو احتجاب أشعة الشمس كلياً أو جزئياً عن الأرض لدى توسط القمر بينهما ضمن خط مستقيم واحد. أنواع الكسوف ثلاثة. لدينا النوع الأول واحد، كسوف كلي، حين تختفي أشعة الشمس تماماً عن النظر إليها. اثنان، كسوف جزئي، حين يظهر جزء من الشمس ويختفي الجزء الآخر خلف القمر. ثلاثة، كسوف حلقي، حين تظهر الشمس على شكل قرص مظلم تحيط به حلقة من الضوء. خسوف القمر. كيف يحدث خسوف القمر؟ هو احتجاب ضوء القمر عن الأرض، ويحدث إذا توسطت الأرض بين القمر والشمس ضمن خط مستقيم. ما هي أنواعه؟ واحد، خسوف كلي، حين يختفي القمر تماماً عن النظر إليه. خسوف جزئي، حين يظهر جزء من القمر في منطقة ظل الأرض والجزء الآخر في شبه الظل فنراه مضاءً. النشاط الثالث، المد والجزر. من خلال مستند ثلاثة نجد هنا في الصورة حركات للمد والجزر. المطلوب، انظري إلى الصورة ثم أجب على الأسئلة التالية. واحد، حدد موقع القمر والأرض والشمس في الحركات الدنيا للمد والجزر. اثنان، حدد موقع القمر والأرض والشمس في الحركات القصوى للمد والجزر. إجابة أسئلة النشاط الثالث. واحد، عندما تقع الشمس والأرض والقمر في خط مستقيم تحدث الحركات القصوى للمد والجزر. اثنان، عندما يقع القمر في شمال أو جنوب الأرض تحدث الحركات الدنيا للمد والجزر. دعونا نتعرف على حركة المد والجزر وما هو المقصود بهما. المد هو ارتفاع في مستوى المياه وتقدمها فوق الشاطئ. أما الجزر فهو عملية انحسار أو انخفاض للمياه على الشاطئ لمدة مساوية لفترة المد. تحدث هاتان العمليتان أو الحركتان بشكل منتظم مرتين كل 24 ساعة. السبب الأساسي لحدوثهما هو تأثير جاذبية الشمس والقمر على سطح الأرض والقوة المركزية الطاردة للأرض. يكون المد في أقصى علوه كما يكون في الجزر في أقصى انحساره في حالتي المحاق أو البدر، إذ تجتمع جاذبية الشمس والقمر على منطقة واحدة من الأرض. يكون المد والجزر معتدلين في حالتا التربيع الأول والثاني والهلال والأحدب. انتهى الدرس. شكرا لكم على حسن استماعكم.